السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة مهندس كورة، أهلا بيكم. موسم الانتقالات مولع، بالذات إن بكرة الخميس هو إن شاء الله آخر يوم في الانتقالات في الدوري الإنجليزي. الدنيا مولعة في الدوري الإنجليزي. نبدأ أول خبر، نتكلم عن ديفيد لويز والمفاجأة الكبيرة لدى عشاق تشيلسي وعشاق أرسنال بسبب ديفيد لويز. ديفيد لويز اعلن تمرده على النادي وما ذهبش للتمرين، وبيقول ان هو مش عايز يلعب في تشيلسي وعايز يلعب في نادي ارسنال. ارسنال اصلا ما قدمش يعني صفقه او ما قدمش طلب رسمي لتشيلسي بان هو عايز ديفيد لويز، لكن كان عمل الموضوع ده قبل كده في شتاء 2018 لما كان محتاج من تشيلسي ديفيد لويز، وتشيلسي رفض العرض اللي اتقدم. لغايه دلوقتي ارسنال ما قدمش عرض رسمي لتشيلسي علشان يشتري ديفيد لويز، لكن ديفيد لويز مصر ان هو ما يلعبش في تشيلسي وان هو ينضم للمدفعجيه ارسنال في ظل الافساد المالي اللي بيعمله ارسنال في الكوره حاليا، وان هو بيضم لاعبين بمبالغ طائله، زائد ان هو كمان لسه عايز يجيب مدافع سيلتيك الاسكتلندي بجوار ديفيد لويز، طبعا ده بعد رحيل قائد كوسيالني الى بوردو الفرنسي. دي اول مفاجاه لعشاق تشيلسي وعشاق ارسنال، هيمسكوا بعض يعني ايه، ينتفوا شعور بعض كده. هندخل على طول في الخبر الثاني اللي بيقول ان النني وافق مبدئيا او شبه رسميا على الانتقال لجلطة سراي. بعد ما جلطة سراي طلب النني من ارسنال رسميا، النني لقى ان ملوش مكان مع اوناي امري في ارسنال وهو عايز يلعب وما يقعدش دكه او يخرج بره التشكيل ال 18، فالنني وافق اخيرا على الانتقال لنادي اخر غير ارسنال او المدفعجيه ويذهب الى جلطة سراي. الخبر الثالث معانا هو فشل صفقه انتقال احمد المحمدي من استون فيلا الى نيوكاسل تحت قيادة ستيف بروس. اشمعنى ستيف بروس؟ ستيف بروس بيعتبر المحمدي ابنه، خده معاه في 3 أندية وكاد أن يقترب من أن هو يمضي معاه في النادي الرابع. طبعا عارفين أن ستيف بروس جه مكان رافائيل بينيتيز بعد ما قدم استقالته من قيادة نادي نيوكاسل. نيوكاسل اللي كان عايز يجيب المحمدي، او كان في تعارض ما بين رغبة الادارة في ان هم مش عايزين يجيبوا المحمدي، وستيف بروس دخل في قتال جامد جدا 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 مع ادارة نيوكاسل عشان هو عايز يجيب المحمدي اللي عنده 31 سنة ويعتمد على عامل الخبرة في الظهير الايمن المتقدم، لكن العرض قوبل بالرفض من قبل ستيف بروس من إدارة نادي نيوكاسل علشان هم عايزين يجيبوا لعيبة صغيرين في السن، اللي أدى ان هم راحوا رسميا اشتروا باك يمين من الدوري الفرنسي عنده اعتقد 23 او 24 سنة ومضوا معاه اعتقد ب5 مليون يورو. وانا بكلمكم دلوقتي هو حاليا بيعمل الكشف الطبي في نيوكاسل اجبار على ستيف بروس. محمدي على فكرة لعب مع ستيف بروس في ساندرلاند وفي هال سيتي وفي استون فيلا قبل ما يمشي ويجي ستيف بروس يدرب نيوكاسل. للأسف فشل صفقة المحمدي وهيظل في نيوكاسل. الخبر الرابع معانا برضه هو مفاجأة، هو خبر إريكسن. يونايتد انسحب رسميا من القتال على صفقة إريكسن. إريكسن مش عايز يلعب في الدوري الإنجليزي غير لنادي توتنهام، احتراما لجماهير توتنهام اللي انضم له من 2013 قادما من أياكس أمستردام بصفقة كلفت توتنهام 13.5 مليون يورو، وقدر إنه يحط بصمة كبيرة جدا وقوية جدا مع توتنهام. يمكن أكبرهم هو الذهاب لنهائي للتشامبيونز ليج امام ليفربول الموسم اللي فات، زائد ان هو عمل ارقام قويه جدا مع نادي توتنهام. طلع إريكسن واتكلم، قال لك ان انا عايز اخوض تحدي جديد، نفس الكلام اللي بيقوله بوجبا، وان هو عايز يروح نادي اسباني وخاصه ريال مدريد، لكن لغايه وقتنا هذا والانتقالات هتخلص بكره، ريال مدريد ما قدمش عرض رسمي لتوتنهام يقول فيه ان هو عايز إريكسن. ده ليه؟ لان زين الدين زيدان مقتنع ان هو عايز يجيب بول بوجبا مش عايز يجيب إريكسن، وإريكسن وبرونو فرنانديز هم احد الحلول البديله لزين الدين زيدان لو ما لقاش ان في فايده من اداره نادي اليونايتد اللي بتتعنت وبتعند مع ريال مدريد في انتقال بوجبا لريال مدريد. حتى الان توتنهام عارض إريكسن للبيع ب 130 مليون يورو، وده السعر اللي حددته ادارة توتنهام علشان تبيع إريكسن. اعتقد بنسبة 100% ان سعر كريستيان إريكسن اللي مش عايز يكمل في توتنهام وعايز يخوض تحدي جديد وبالذات في اسبانيا سعره هيقل جدا جدا جدا، لان خلاص فاضل على موسم الانتقالات بنكرر تاني يعتبر قرابة ال 24 ساعة بالاقل.
وينتهي موسم الانتقالات الصيفية او الميركاتو الصيفي في الدوري الانجليزي. ده اللي هيقلل سعره جدا جدا جدا. واعتقد ان ادارة ريال مدريد المفروض تتدخل في اخر لحظة وتخطف لاعب زي إريكسن اللي هيفيدها جدا، حتى لو جابوا بوجبا كمان في نفس الوقت، ولو اني منهم رغم تعنوا إدارة مانشستر يونايتد ادخل اجيب إريكسن واسيب بوجبا خالص اللي سعره هينزل جدا 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 جدا، وممكن كمان انزل السعر اكتر بان انا احط على الصفقة لاعب كمان من ريال مدريد. كان معكم اخوكم عمرو عاطف. لو عجبكم الفيديو او وقدرتوا تعبي ما انساش تعمل لايك وتعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وكل اخبار الانتقالات وكل الحصريات. حصريات ايه؟ حصريات. مع السلامة.